ذو كفاءة خارقة لا يضاهيه أحد، يستحق لقب الصدارة، بطل السوبر، إنه ابن الرافدين الخطاب عمر الذي احتفلت به وسائل الإعلام العربي والأجنبي والمحلي ومنصات التواصل الاجتماعي. فما القصة؟ الأول عالمياً، العراق يتصدر بطولة الحساب الذهني بمشاركة 600 متسابق ومتفوق على أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، إذ حاز الفتى خطاب عمر من محافظة صلاح الدين حاز على جائزة بطل السوبر تشامبيون، وذلك بحصوله على المركز الأول بالبطولة التي أقيمت في تركيا. اللقطات الأولى للحظة تكريم الخطاب وفرحته بالفوز نشاهدها معا. المسابقة الدولية تعني الحساب الذهني السريع للرياضيات. لم يكن الخطاب عمر وحده الذي فاز وخطف المركز الأول، بل ثمة 31 تلميذا عراقيا أيضا حصدوا جميعهم على المراكز الأولى عن فئتهم العمرية. وزارة التربية العراقية من جانبها قدمت التهاني التبريكات إلى الطلبة المبدعين المتفوقين المشاركين في بطولة الحساب الذهني الدولية. أما عن منصات التواصل الاجتماعي فلا تزال حتى هذه اللحظة تحتفي بالخطاب الذي نال المركز الأول للمرة الثانية على التوالي. هناك الكثير من الكومنتات، التعليقات، ردود الأفعال من المهنئين الذين احتفوا بالخطاب عمر. ونبدأ التعليق الأول من أم أحمد. تقول أم أحمد في تعليقها: الشبل الرافديني البطل فدوى لعيون العراق، طالع من أعماق قلبه، وربي يحفظه ويحرسه ونشوفه بأعلى المراتب، مبارك. هناك تعليق من الدكتور مهند سامي يقول: رائع، العراق غزير بالكفاءات والقدرات. تعليق من ساهرة تقول: قيل بأن الله وضع خزائن العلم في أبناء الرافدين، حقا أنهم مفخرة ورفعة رأس. البطل العراقي الأصيل اجكد، واحد يفرح من يشوف حامل اسم العراق، ربي يحميك ويحفظ كل أهلك. تعليق من رشا الربيعي تقول: الخطاب حاز المركز الأول عن فئة العمرية، كما حازت سما محمد غازي وشقيقها أحمد محمد غازي المركز الأول عن فئتهم العمرية بذات المسابقة. هنالك أطفال آخرين عراقيين كذلك حازوا المراكز الأولى.